تحرص شركة دواجن الوطنية منذ نشأتها وحتى الآن على اتباع السبل الحديثة للمحافظة على البيئة المحيطة بالمشروع وعدم تلوثها بأي من المخلفات الناتجة عن عملية إنتاج الدجاج بكل مراحلها. لذا حرصت على الاستفادة من التقنيات الحديثة ذات الجودة العالية في المحافظة على تحسين وجودة البيئة في المساحات التي تحيط بالمشروع، كما حرصت على استخدام التقنيات التي تسهم في التخلص الآمن من النفايات وتعود بالنفع من خلال الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم للوصول إلى بيئة صحية خالية من الملوثات البيئية. لذلك قامت شركة دواجن الوطنية بإنشاء مشاريع خاصة للمحافظة على البيئة، كان منها إنشاء مصانع بروتين حديثة على أعلى مستوى، إضافة مصنع سماد جديد، إجراء الدراسات البيئية والحصول على الرخص البيئية اللازمة، توريد محارق صديقة للبيئة، التعاقد مع شركات محلية وعالمية لنقل المخلفات، التعاقد مع شركات متخصصة للمكافحة الحشرية، إنشاء مردم صحي بأفضل التقنيات البيئية العالمية، تطوير محطات المعالجة. وتتميز شركة دواجن الوطنية بالاعتماد على توليد ونقل الطاقة ذاتياً من خلال محطات خاصة بالشركة تعمل بكفاءة عالية. هذا ولا تغفل شركة دواجن الوطنية أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، وذلك ضمن إدراجهم على مجموعة من الدورات التدريبية والتطويرية في نظم الإدارة البيئية الحديثة والعلوم البيئية المختصة بالكيمياء والأحياء لمواكبة التطور ولاستمرارية العمل على تطوير الأداء لكافة مشاريع الشركة على كافة الأصعدة. إضافة إلى تعميم العديد من البرامج والنشرات التوعوية المختصة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية على كافة منسوبي الشركة من موظفين وعمال، وذلك لنشر الوعي البيئي في المجتمع، وذلك لجعلهم قادرين على تحمل كافة مسؤولياتهم تجاه البيئة، وليكونوا قادرين على العطاء بسخاء، ليكونوا بذلك ممثلين بجدارة لشعار الشركة: غذاؤكم ترعاه أيد أمينة.